عم صار مثل ما العمل موجود في الملاعب بنشاهده عبر شاشة القناة الرياضية من خلال مباريات درع المئوية، أيضا العمل بنفس الاتجاه في المكاتب. اليوم كيف تشوف عمل الأندية تحضير لبطولة الدوري من تعاقدات وأيضا العمل بالشكل العام، كيف بتشوف اليوم مستوى هذا العمل؟ هل هو بتشوفه مقتصر فقط على بعض الأندية، ولا كل أندية بتحاول أنها تعمل وتشوف شو في كل فريق في عنده نقص في بعض المراكز للعمل بشكل أفضل للظهور بشكل أفضل في بطولة الدوري؟ ليس أكيد كل إدارة تعمل بما تراه مناسب وبحسب إمكانياتها المالية. أنا بعتقد أن الحسين استطاع أن يستقطب أفضل اللاعبين لأن المال متوفر وهو قادر أن يدفع المبالغ التي يطلبها أي لاعب، لكن شاهدنا الفيصلي اصطدم بمطالب العرسان ونادي السرحان مثلا، الوحدات ربما اصطدم أو يصطدم بمطالب عدد من اللاعبين المحليين أو المحترفين، من أجل ذلك هو يعني تأخر في إنجاز عدد من الصفقات. بقية الأندية تعمل حسب إمكاناتها وحسب ما يأتيها من مستحقات من الاتحاد، سواء من البث التلفزيوني أو من رعاية الاتحاد، لكن أنا بعتقد أنه الذي يمتلك قدرة مالية بالتوازي طبعا مع الفكر الإداري هو القادر أن يعني ينجز صفقات مميزة وأن يخدم فريقه وأن يكون فريقه دائما بمقدمة. طب المبالغة في المطالبات بتشوفها منطقية من قبل اللاعبين؟ يعني حق للاعب بكل تأكيد، لكن نتحدث هون لمصلحة اللاعب. يعني أكيد يعني حتى اللاعب لما بده يطلب لازم يعرف أنه إمكانية النادي لا تسمح بهذا. نعم. يعني لو مثلا لاعب سين بده يحترف في مثلا في الدوري القطري وطلب مبلغ 300,000 وهو لاعب يعني دولي ولاعب مميز، نحكي أمر مقبول، لكنك تطلب من نادي في الأردن مبلغ عالي جدا، أنا بعتقد أنه مش أمر مرفوض، هو حق للاعب، لكن عليه كمان يعني أن يكرم ناديه وأن يعني يتنازل، مش يتنازل كثيرا، يتنازل بالتوازي مع إمكانيات ناديه حتى يعني يتم الاتفاق بين الطرفين. نعم، إذا بنتحدث اليوم عن هذه التعاقدات ما زال العمل ممكن، وأنت من خلال مصادر لك ومتابعتك دائر بتشوف أنه تحدث ممكن عن الوحدات، عن التعاقدات كيف ستكون هذه التعاقدات وممكن جنسية اللاعبين، باقي الأندية آخر الأخبار. يعني ما زلنا نسمع عن الفيصل أيضا في العمل على تعاقدات، وأيضا ملف المحترفين ما زال مفتوح بالنسبة لنادي الفيصل. أكيد يعني جون أنتوي لم يقدم الإضافة المطلوبة لنادي الفيصلي وهو يعني لاعب مهاجم، ويعني اسمه يعني من اسمه لعب في الدوري المصري ولعب مع الأهلي المصري، يعني يجب أن يكون أفضل مما شاهدناه في المباريات التي شارك فيها بطولة الدرع المئوية. لكن على الفيصل أن يعني يستقطب مهاجم على سوية عالية وسوية عالية جدا، هو سيلعب في دوري أبطال آسيا، لو الأمر اقتصر على الدوري المحلي وبطولة الكاس أنا بعتقد ممكن أي لاعب يمكن حتى لو مهاجم محلي من أبناء النادي ممكن أنه يعني يفيد الفيصلي، نظرا ل يعني الإمكانيات الكبيرة للاعبي الوسط والأطراف الذين يمتلكهم نادي الفيصلي، لكن في بطولة دوري أبطال آسيا يعني تحتاج لمهاجم من العيار الثقيل. الحسين اكتملت الصفقات برأيك ولا ما زال؟ الحسين ما زال هناك صفقات، أنا أعتقد هناك محترفين في حال لم يأتي بيتانج إلى الحسين إربد، في حال أنه بيتانج استمر في الدوري السعودي أو احترف في نادي آخر، هناك يعني بإمكان الحسين أن يسجل 3 محترفين يعني بخلاف عبد العزيز نداي الذي أعلن عن التعاقد معه، هو من المهاجمين المميزين. السحاب ينتظر محترفين على سوية عالية، الأهلي تعاقد مع محترف موريتاني ومحترف من ساحل العاج، السلط بحاجة إلى هو يعني من الأندية ضروري أن يتعاقد مع محترفين على سوية عالية، وأكيد الأندية تعرف ماذا تريد وتعرف أين مراكز الخلل لتعزيزها بلاعبين محترفين قادرين على إثراء الفرق. تحدثنا عن بطولة الدرع، تحدثنا عن آخر أخبار الأندية بما يخص سوق الانتقالات. مع نهاية هذه الفقرة بدي أشكرك زميل ثائر على وجودك معنا في الفقرة الأولى من حصاد الرياضي. شكرا زميلي.